السلام عليكم. أولا بغيت نشكر التعليقات على الأخوات المحترمة والمشجعة، بارك الله فيكم. وهنا كما راكم تشوفوا جبت لكم وصفة تاع شوفلور بالفيونداشي، اللحم المفروم اللي درناه الفيديو السابق بالكاشير، تجي بنينة بزاف الصراحة. هذه الوصفة عطتها لي مرت خويا، هي جربتها وجاتها بنينة وقالت لي عليها، قالت لي تجي بنينة جربي الشوفلور مع هذيك الوصفة اللي عطيتيها لنا تاع البيونداشي مع الكاشير، تمد واحد الذوق كيما تاع الدولمه تاع الحوت. صدقوني والله ما يبانش كاع الشوفلور، اللي ما يبغيش الذوق تاع الشوفلور بهذه الطريقه ياكلها. تحسبوا روحكم راكم تاكلوا في دولمه تاع السردينه ولا تاع اي سمك. هنا كيما راكم تشوفوا نرابي الشوفلور، نرابي غير هاد الزهره، ما نرابيش هاد الاغصان اللي هنايا. بشرت الشوفلور كما قلت لكم، هاد الاغصان ما نديروهمش، نديرو غير الورده تاع الشوفلور. نجيب بول، الكميه كما تبغوا، المهم نركزوا على الشوفلور ما كتروش الفيونداشي. هذه وصفه اقتصاديه، ماشي الفيونداشي بالشوفلور، هي الشوفلور بالفيونداشي. ونزيد كميه تاع اللحم المفروم ونعاود نرابي فوقها شويه تاع الكاشير. وهنا بغيت نقول واحد الملاحظه بالنسبه للاخوات اللي مدوا تعليقاتهم، يعني باحترام بارك الله فيهم، ان الكاشير مضر بالصحه. انا والله ما ناكلوش بزاف، ولكن خطر على خطره يجي في خاطر ولادي نشروه مره على مره، خطره في الزمان ماشي بزاف. ولو كان نجو نعانو هذه مضره وهذه مضره، نجبرو روحنا ما ناكلو والو، كل شيء راه مضر للصحه في هذا الوقت، حتى حاجه ما راهي طبيعيه. حتى الخضره وراه فيها اسمده كيميائيه ماشي طبيعيه. هاد الحيله تاع الكاشير كنت عطيتها لكم في اللحم المفروم المجمد باش يمد ذوق شباب وبنين. واللي تبغي دير اللحم طازج هي حره، كل واحد على حساب الجيب تاعه. ونزيد شويه تاع الثوم، درت 3 الفصوص تاع الثوم مع عدنوس، يعني التوابل كيما تبغوا اختياري. ونضيف غير شويه تاع كركم باش يعطيني اللون، سكين جبير اللي هو الزنجبيل الملحي، الحرور اللي هو الفلفل الاسود، شويه تاع زريعه البسباس. واحد الاخت واحد المشتركه اسمها ام عبد الرحمن قالت لنا اذا بغيتوا اللحم المفروم يجيكم فيه الذوق تاع المرقاز ضيفوا شويه تاع زريعه البسباس الملحيه والملح طبعا والبيض. هنا نلمو الخليط بالبيض، نكترو البيض باش ما يتحلناش في المرقه. شوفوا انا حتى بديت نخلط وجاتني فكره باش نضيف شويه تاع القزبر. انا جربتها البارح غير بالمعدنوس، قلت بما انه فيها الذوق تاع الدولمه تاع الحوت تاع السمك نضيف شويه تاع المعدنوس. دوك ندوق ونشوف شكون اللي جات بنينه، اللي درناها بالمعدنوس وحدها ولا بالمعدنوس والقزبر. وانا نظن هذه بالقزبر والمعدنوس تجي بنينه على تاع البارح اللي درتها غير بالمعدنوس. ودوك نشكل كرات خليهم على جهه ونحضروا المعرق. شوفوا الكميه اللي عطاتني، كميه معتبره، يعني هذه الوصفه اقتصاديه. شفتوا شعال؟ وهنا غادي نستعمل هذه المقله، ما بغيتش نستعمل كوكوت مينوت باش كي نحط هذوك الكرات ما يجونيش وحده فوق وحده ويتلصقوا. ندير شويه تاع الزيت، حبه بصل غابي، انا رابيتها في الغاب باش تدوبلي بسرعه. هنا راني نقلي في البصل مليح باش يدوب، ما يبقاش يبان في المرقه يولي اللون تاعها ترونسبارون شفاف. عاد نضيف الثوم، الثوم ما نضيفهاش في هذه المرحله خاطر هو في السعي نحرق. ودرك نرابي فوقها الثوم، الثوم كيما تبغوا، يعني هاد المرقه كيما تبغوا اللي تفضلوها، تبغوها مرقه بيضاء مرقه حمراء كيما تبغوا. ودرك نضيف التوابل، ندير شويه تاع كركم، سكين جبير اللي هو الزنجبيل، والحرور اللي هو فلفل الاسود، والعود تاع قرفه صغير طبعا تكونوا غسلتوه،
تاع الماء، غير هاد شويه ونشوف، ما نكتروش الماء، نضيف شويه تاع المعدنوس ونزيد هذاك العرش تاع القزبر، نزيد مكعب تاع مرق الدجاج اختياري، اللي عندها مورصو تاع لحم تاع الدجاج ديره، ولكن قلنا هذه الوصفه اقتصاديه، حتى يغلي المعدن ندير هذوك الكرات باش ما ينتحلوليش. المرقه بدات تغلي، دوك نبدا ندف في هاد الكرات، قلت لكم حتى يبدا الماء يغلي عاده باش نحطوهم باش ما ينتحلوش. شوفوا هنا خاص الشوفلور فيه كميه كبيره تاع الماء، وفي الاخير دوك نضيف شويه تاع كرويه، الكرويه تعطيها واحد الذوق رائع. شوفوا هنا ما بقاليش البلاصه الكميه اللي بقات لي، غادي نخلي حتى هاد شويه يتماسكوا عاد باش نحط الكميه اللي بقات باش ما يتسعوليش حبه مع حبه. بقات لي هذه مازال ما حطيتهاش هنا في المقلة، نزيد هذه اللي بقاو لي هنا، حسيت راهم تماسكوا شويه، عليها قلت لكم نكثروا شويه البيض باش ما يتحلولناش هنا في المرقه، ونخليها حتى تطيب. وفي الاخير نضيف هذا الحمص، راه عندي مشمخ وطايب، ونزيد شويه تاع الكرويه. هنا صاي طابت نطفي عليها، وانتم ذوقوا الملح اذا كان خاصها زيدوا، انا ما زدتش خاص، درت في الفيونداشي الملح ودرت مكعب تاع مرق الدجاج، جات هذيك هي في الملح. وهذا هو طبق اليوم، شوفلور باللحم المفروم والكاشير، والله يصدقوني طبق رائع وبنين اقتصادي، كما قلت لكم يجي فيه الذوق تاع الدولمه تاع السردين ولا تاع السمك، اي دولمه تاع السمك اللي نديروها، وقلت لكم ديروها بالقصبر من الاحسن، انا البارح جربتها بالمعدنوس واليوم درت المعدنوس والقصبر، عطتني نتيجه احسن من المعدنوس وحده، والله رائعه هذه الوصفه. نشكر بزاف مرت خويا، وان شاء الله تجربوها، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه اخرى اقتصاديه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.